الآن لدينا موضوع هو الهمزة في أول الكلمة. الهمزة في أول الكلمة. الهمزة كلنا نعرف هذه الهمزة. هذه الهمزة. لدينا قاعدة. تقول القاعدة الأولى: تكتب الهمزة في أول الكلمة. تكتب الهمزة، هذه الهمزة، في أول الكلمة فوق الألف. تكتب الهمزة في أول الكلمة فوق الألف. إذ كانت مفتوحة أو مضمومة. تكتب الهمزة، هذه الهمزة نكتبها فوق الألف. تكتب هذه الهمزة فوق الألف. إذ كانت مفتوحة أو مضمومة. إذ كانت مفتوحة أو مضمومة. هذه الألف وهذه الهمزة. قاعدة تقول تكتب الهمزة فوق الألف إذ كانت مفتوحة أو مضمومة. يعني في كلتا الحالتين تكتب الهمزة فوق الألف إذ كانت مفتوحة أو مضمومة. الآن لدي المثال الأول: أبن. أبن، هذه الهمزة كتبت على الألف، فوقها فتحة. فوقها فتحة. لماذا كتبنا الهمزة فوق الألف؟ لأنها فتحة فوقها. الآن حركتها أخذت حركة الفتحة. إذا أدخلنا عليه أل التعريف نقول أب الأب. أب الأب. هنا كتبت الهمزة فوق الألف لأن لدي حركة الفتحة. ولدينا أخت. هنا كتبت الهمزة فوق الألف لأن فوقها ضمة، حركتها أخذت حركة الضمة. إذا أدخلنا عليه أل التعريف قلنا أخت الأخت. أخت الأخت. أخت هنا كتبت الهمزة فوق الألف لأن حركتها الضمة. لدينا قاعدة أخرى تقول وتكتب الهمزة تحت الألف. هنا كتبنا القاعدة الأولى الهمزة فوق الألف لأن حركة الفتحة والضمة. القاعدة الثانية بالعكس تكتب تقول تكتب الهمزة تحت الألف. قاعدة ثانية تقول تكتب الهمزة تحت الألف إذا كانت مكسورة. إذا كانت مكسورة بمعنى مكسورة بمعنى حركة الكسرة. إذا كانت لدينا حركة الكسرة فتكتب الهمزة تحت الألف. مثال: إنسان. إنسان. إنسان، هنا كتبت الهمزة تحت الألف. لماذا؟ لأن حركة الكسرة لدينا. إذا دخلنا أل التعريف عليه نقول الإنسان. الإنسان، كتبت الهمزة تحت الألف لأنها لدي حركة الكسرة. الآن لدينا القاعدة الأخرى تقول ولا تؤثر لاصقة أل التعريف. ولا تؤثر لاصقة أل التعريف في هذه الهمزة كما شرحنا في النقطتان. لأن إذا أدخلنا أل التعريف، هذه أل التعريف، إذا أدخلناها على هذه الأسماء لا تؤثر على الهمزة. مثلا أم الأم. هنا كتبت الهمزة على الألف لأنها حركتها الضمة. كتبت الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة. إذا أدخلنا أل التعريف فوقها نقول الأم. إذا أدخلنا أل التعريف في داخل الاسم نقول الأم. هنا لم تؤثر. لماذا؟ حركة الهمزة على الألف، كتبت الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة. هنا لم تؤثر. إذا دخلنا أل التعريف على الاسم لا يؤثر لأن وتكتب الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة. الآن أعيد القاعدات. القاعدة الأولى تقول تكتب الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. القاعدة الثانية تقول تكتب الهمزة على تكتب القاعدة الثانية تكتب الهمزة تحت الألف إذا كانت مكسورة. القاعدة الثانية تقول تكتب الهمزة تحت تكتب الألف الهمزة تحتها. تكتب الهمزة تحت الألف إذا كانت مكسورة. تكتب الهمزة تحت الألف إذا كانت حركتها الكسرة. ولا القاعدة الأخيرة تقول ولا تؤثر أل التعريف لاصقة هذه أل التعريف في الدخول الهمزة على الأسماء. مثلا أم الأم لا تؤثر. نضع تكتب الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة. وهنا الأب تكتب الهمزة على الألف لأن حركتها الفتحة. وهنا كذلك تكتب الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة. وهنا أيضا تكتب الهمزة تحت الألف لأن حركتها الكسرة. بمعنى قاعدة عيد. القاعدة الأولى تقول تكتب الهمزة على الألف لأن حركتها الضمة أو الفتحة. وتكتب القاعدة الثانية الهمزة تحت الألف لأن
كسرة حركة الكسرة ولا تؤثر قاع التعريف بدخول هذه الأسماء على التعريف. شكرا جزيلا لاستماعكم هذا الدرس.